يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت في الأحوال المدنية وجاءني رجل كبير بالسن وعرف بنفسه وببلده ثم طلب مني أن أشهد معه بأن هذا ابنه ليستخرج بطاقة الأحوال للابن، علما بأن معي شاهد آخر يعرف الرجل وابنه وأنا لا أعلم بأن هذا ابنه، فهل شهادتي شهادة زور؟ نعم، شهادتك شهادة كذب، ما تعرف الشخص ولا تعرف أنه ابنه، لا تشهد. نعم.